الكرام، آملا كل واحد بمحله تبدأ عملية توزيع الأوراق، العملية الانتخابية. يلا توزيع الأوراق. يبدو أن تعثر انتخاب رئيسا للجمهورية اللبنانية مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حسم قراره والإعلان أنه لن يقف مكتوف الأيدي، إذ أعلن في حديث عبر صحيفة الشرق الأوسط أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق للخروج بمقيم جديد لقصر بعبدة، لأن الوصول إلى الصغور يدخلنا طبعا في مرحلة جديدة تحتم حراقا مختلفا وسريعا لتفادي أمد إطالة هذا الصغور، لذلك يكون هنالك خطوات جديدة كما أعلن دولة الرئيس وفق طبعا ما هو مطلوب منه على مستوى الدور الوطني والرسمي ولهذا الدور الانقاذي الذي لطالما رعنا عليه اللبنانيون في اللحظات الصعبة، وعند هذا طبعا تكون دخلنا في مرحلة جديدة تحتم مثل هذا التحرك الذي لم ولن يتوانى عن القيام به دولة الرئيس. يهدف بري من هذا الحوار تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي وفق ما نقلت الصحيفة، كما يعتبر أن التحدي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات. السؤال، هل تلتقي الكتل النيابية من كل المشارب السياسية تحت قبة البرلمان أم لا تلتقي؟ من خلال اللجان ومن خلال الهيئات العامة والتواصل لا ينقطع في العلاقات الطبيعية رغم الخلاف ورغم الاختلاف والتباين في مقاربات القضايا السياسية، إلا أنه ليس هنالك من مانع أبدا أن تلتقي الكتل والقوى السياسية تحت قبة البرلمان. وخير دليل هو اللقاء في الكتل النيابية في اللجان وغير اللجان من كل المشارب السياسية ومناقشة ومقاربة كل القضايا من زاوية المصلحة الوطنية. واليوم مثل هذا اللقاء أو الحوار الذي من الممكن أن يرعى لدولة الرئيس هو في هذا الإطار. في قاموس رئيس مجلس النواب لا مجال للهروب والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، حيث أكد أمام زواره أنه هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار سواء كان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب. في لبنان ليس هنالك من عداوات، هنالك خصومات، وهذا أمر طبيعي أن يكون هنالك تباين في مقاربة القضايا. نعم، ولكن القوات اللبنانية كانت دائما تقول وتذكر حتى نواب القوات اللبنانية كانوا يقولوا إنه نحن ما فينا إذا بدنا نعمل حوار بدنا تكون عنا نفس الشروط، إنه كيف نحن ما بدنا نقعد مع فريق هو أقوى ومعه سلاح، ودائما كانت شروطهم للحوار هو إنه السلاح أو يكون في استراتيجية لحل هيدا النزاع. برأيك هل رح يقبلوا القوات انه يكون في حوار بيناتهم وبين حزب الله؟ يعني عندما نصل الى هذا الامور وتطرح الامور بشكل النهائي علينا ان ننتظر لنسمع راي الكتل والقوى السياسيه وفي كيفيه مقاربتها للامور، لكن نامل طبعا ان تكون المواقف ايجابيه لان الظروف الاستثنائيه المر بها البلد تحتم طبعا التنازل عن بعض المواقف في ظروف غير عادية، وأن يتنازل البعض وأن يخفف من سقوفه العالية والنزول عن الشجرة مهما كان علوها، لأن البقاء في ذات المواقع في مثل هذه الظروف لا تخدم مصلحة البلد بأي شكل من الأشكال. إذن تبقى الآمال معلقة لدى القوى السياسية على الأرنب الأخير الذي سيسحبه الرئيس بري من قبعته لمنع الشغور الرئاسي، فهل سينجح؟